فيلم أشباح أوروبا يدخل دائرة الغموض. الشريكة خلص لها. كنا هنعرض في أجازة نص السنة، الجرافيكس كان كتير والأكشن كان محتاج شغل كتير، ما قدرناش نقفل الفيلم بصراحة. الموزعين قرروا ان هو يبقى في العيد الصغير، ويا رب يبقى في عيد صغير بقى، يعني بعد اللي احنا فيه دلوقتي ده، يعني يا رب الدنيا دي تعدي على خير. وبهيك بيكون انضم فيلم أشباح أوروبا لدائرة الغموض اللي عم بتسيطر على خارطة أفلام عيد الفطر لسنة 2020، واللي كان من المتوقع أنها تشهد منافسة قوية، فمن المفترض يشارك فيها فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز، العنكبوت لأحمد السقا، والعارف عودة يونس لأحمد عز. ومع هالأسماء المخاطرة بتزيد أكيد عن صناع فيلم أشباح أوروبا. ده بيبقى رزق، ده بتاع ربنا، ما تعرفش مين بيعمل إيه في أنهي وقت. يعني طبعا أحمد عز أي حد، يعني خوف أي حد، كريم عبد العزيز يخوف احمد عز، واحمد عز يخوف كريم عبد العزيز، احنا ملناش دعوه بالموضوع ده. ان ربنا يكرمنا وننزل كده وتشوف هنعمل ايه. بس ويبدو انه المنافسه ما راح تكون على الايرادات فقط، فاللي حضر تريلر الفيلم شاف كميه الاكشن اللي فيه. وايتي بالعربي بيعرض لكم اولا هالمقطع من مطارده راح يعيشها الجمهور مع ابطال العمل. اكشن دايركتور كالا، اشتغل في ميشن امبوسيبل، اشتغل في باتمان، اشتغل في حاجات كتير قوي، فده الاكشن دايركتور بتاع الفيلم بتاعنا. والاكشن ما رح يقل ابدا بدور هيفا اللي شفناها عم بتسوق موتور وبتخطط للمطاردات. عملت الفيلم حلو قوي ومختلفه جدا في القصه دي، عكس كل حاجه حصلت قبل كده. بالتالي دي بدايه تانية خالص في السينما الهيفا، هي نفسها اللي بتقول كده. ولا توصل لهالمرحله كان عندنا تحضيرات كثيره. هيفا دؤوبة جدا، مجتهدة جدا، بتذاكر، نجمة جماهير يعني بلا منازع، عارفة هي عايزة ايه، بتيجي في مواعيدها، بتمشي في مواعيدها، عمرها ما قالت انا تعبانة وعايزة امشي ولا الكلام ده خالص بصراحة. ويمكن اللي ما بيعرفوا الكثار انه فيلم أشباح أوروبا ما كان من المفترض يكون فيه بنت بالأصل. كانت الفكرة دي فهمي وشيكو وهشام، سبت بقى الموضوع خالص وما بقتش مركز وركزت في شغلي وحاجات كده. جيت عرضته على هيفا، قلت لها ايه رأيك لو عملنا قصة الفيلم ده ببنت وولدين؟ قالت لي انا غير في حاجات كتير. بدأنا عليه من الأول خالص، كان الكلام ده في 2016، لحد ما الورق، لحد ما القصة بقت مظبوطة ودخلناه في السنة اللي فاتت. لكن هل من الممكن المراهنة الكبيرة على اسم هيفاء وهبي تكمل بأعمال أخرى؟ والله لو نجحنا مع بعض في العيد الصغير، ربنا يكتب لنا النجاح فيه إن شاء الله، هنشتغل تاني وتالت. هيفاء نجمة كبيرة وأي شركة إنتاج تتمنى تمضي معاها. بس اللي يتقال إنه هيفاء راح تكون جزء أساسي من أفلام شركة سنابرز برودكشن كونها شريكة فيها. مش شريكة خالص، لا.